أثناء رحلتي لسمرقند التقيت ببعض النساء اللي أثاروا فضولي، يا ترى شو بيعملوا؟ في مدينة سمرقند الأوزبكستانية المعروفة بمعمارها الفارسي المميز، كانت زيارتي لواحد من أشهر مواقعها، شاهي زندة. هناك خلف الأضرحة بتصميمها الرائع في شاهي زندة، يوجد ضريح الصحابي قثم بن العباس، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف أنه ساهم في دخول الدين الإسلامي للمنطقة قبل أن يتم قتله. شاهي زندة مش مزار للسائحين فقط، لكن تعتبر نساء سمرقند من أهم زواره، واللي بتلاقيهم بتوجهوا صوب الضريح مباشرة. كان هذا واحد من الأمور اللي شدت انتباهي أثناء الزيارة، طبعاً إلى جانب روعة التفاصيل المعمارية فيه. غالبية سكان سمرقند سواء نساء أو رجال بتوجهوا لإلقاء التحية على ضريح الصحابي والدعاء له، يمكن أيضاً بدعوا لنفسهم وللناس اللي بيحبوهم. في أغلب الأحيان الرجال بيجلسوا في الغرفة الرئيسية للضريح، والنساء بيدخلوا لغرفة ضيقة فيها مصطبة عالية بتقع جانب قبر الصحابي. هناك بتلوا القرآن وبدعوا قبل ما يتركوا الأوراق النقدية ويخرجوا. خارج أسوار شاهي زندة هناك لوحة تذكر منع ترك أي أموال على الأضرحة. مع هيك رح نلاقي بعض العملات النقدية المتروكة هون وهناك، لكن مش بالقدر المتروك في ضريح الصحابي. لما سألت أحد سكان المدينة عن السبب وراء الموضوع، جاوب إنها تترك كصدقات للمحتاجين هناك. شو رأيكم؟ هل تعتقدوا أن هذا العمل يعتبر من أعمال الخير؟ بدعة يجب الانتهاء عنها؟